كنت باش ابريليا مجرد مزحه كي الاصدقاء بعضياتهم كي مسحوا مع بعضياتهم كي كذب على صاحبه كيصيفط لي في واتساب ولا كيدوي معاك يقول لي انا باغ اكزومبل انا تزوج بارك ليا وصافي كيقول لي في الاخر هذه راه غير كذبه مجرد كذبه. يعني كنت باش ابريليا غير واحد الدعابه كيستعملوها الاصدقاء بعضياتهم باش يضحكوا صافي. هو بنادم راه كيكذب على طول العام ما كيتسناش شي شهر ابريل عاد باش يكذب. راه بنادم راه نجي ونشوفو راه كل مره طالق عليك كذبه 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 وصافي كيعاوتاني راه كيف قلت لك راه هاد كذبه ابريل مجرد دعابه كذبه افريل امون افي ما مزياناش ما مزياناش. تقدر تخلع بنادم تقدر تسبب بزاف ديال المشاكل فوالا سي بزاف وتقت بهم خصوصا وانا صغيره فهمتي مثلا شي حاجه جو سي با يقول لي هذا هاخاك ماجي غدا من الخارج وانا ما مشيتش للمدرسه وبطلت بزاف د الاشغال وما درتهمش بحال هكا يا فهمتي. كذبه ابريل غير كيشدوا بها الوقت وكيبغوا يدوزوا بها الوقت مش حال هادي من بكري احنا من الصغر ديالنا كنعرفوا هادشي والكذوب راه كلشي كيكذب غير تكون كذبه بيضاء وصافي ما تضرش الواحد تكذب باش ما تضرش واحد هذيك كذبه مزيانه وتكون خفيفه. انا اذا كانت بيضاء اذا كانت كحله لا احنا اش غادير مع الله تخاف تخاف من الله وتخاف من العبد لا ما يمكنش لا ما يكونش فيها ستا كترونجي بحال تكذب على المراه باش ما يكونش عندها مشكل تكذب على اختك مع امك ولا مرتك مع امك كترونجي كل واحد كتخليه بخاطره. كنشوف هاد الظاهره ديال كذبه ابريل ماشي معقوله بالنسبه للانسان كاين اللي كيتيقها ولكن ما خصهاش تكون نورمالمون حيت الكذوب شويه واخا هي كذبه ابريل انهم كيقولوا انها راه زعما راه مزيانه ولكن احسن ما تكونش. وفي الحقيقه ملي كتدي لواحد الحاجه اللي هي ماشي مزيانه راه خايبه واحد يكذب على واحد بانه مات ولا بانه مثلا تحرقات ليه الدار ولا شي حاجه كيقول في الاخر هذيك كذبه ابريل راه خطيره هذيك. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.